ابد من ساد حاشا وكان عداني الخير لو انسى تريد انسى يا شراعي يا موج الشاق والمرسى هواي انت نسيم احلام وربيع عظام البراء ايسر انه انت بريء انت كشرف منفى هو انه تحتاف يقولون بجوان شنو شربي هذا مسلك وهذا مسلك احنا نحب ان نكون من مسلك حق شنو الطاعة نتورع عما فيه محرم ولو مشكوكا وهذا هو عين التورع حبيبي انه شيء مشكوك انه حرام لو حلال الاولى لك ان شنو تتركه سيدنا مسلك حق الطاعة حسب ما أفهم أنه مسلك لربما اختص به السيد الشهيد محمد باقر الصدر أنا ردت أقول حقيقة أنه أول من فعله هو سيد محمد باقر الصدر الشهيد الأول إذا نستطيع أن نقول أنه وسار عليه السيد الوالد أيضا نعم موجود نستطيع أن نقول قبال الحوزة القبائل الثانية كأنما الأكثرية صحيح يقولون بأنه شنو قبح العقاب قبح العقاب بلا بيان وأصالة البراءة وإن كان أكو فرق بين مرحلة العمل والتطبيق ومرحلة الفتوى وكذا هذا أنا ما أخوضها لأنه المجتمع لعله لا يتحمل مثل هذه الأمور سيدنا معذرة تريد أن تقول أنه السيد محمد باقر الصدر وسار عليه السيد الولي الشهيدين نعم ساروا على مسلك حق الطاعة إذن فأطيع الله أطيع الله إذن هل لها علاقة فقهية تترتب عليها أمور فقهية لأننا نرى أنه هذا المسلك قد اختلف الكثير فيه مع في الرسائل العملية مع مسلك قبح العقاب بلا بيان هل هذا له دخل في هذا الاختلاف؟ لا هو مو له دخل في هذا الاختلاف وإنما هو كل له دليله المجتهد إلى دليل وصل إلى أصالة البراءة يعني قبح العقاب بلا بيان ودليل آخر وصل إلى أنهم يحتار لكن يا هل لو خيرت بين هذا يا أحسن لك تنجى من شرب الخمر لو تشربه وتوقع فيه هو صحيح أنت بريء أذمته لكن لو طلع خمر وضقته وصار وتنجست أمعاؤك وتنجس داخلك وكنت لست ممن حرم جسده على الخمر لو صح التعبير يا هو الأولى أنه طبعا الاحتياط ومسلك حقه الطاعة وهذا اختيار أحسن الفرتين جزاك سيدي السؤال السادس في خطب سابقة كثير ما ذكرت الجهاد الأكبر وفي نظر المجتمع إذا ما قلت له أنه جهاد النفس قال لك كيف يكون أكبر وهو لا يكون فيه لا قتال ولا دماء ولا سيوف ولا رماح ولا آلام هذا من جهة ومن جهة أخرى بل إني سمعت الكثير من يخدع نفسه ويعمل من الصباح الباكر إلى ساعة متأخرة من الليل وإذا وصل إلى البيت وصل متعب جدا ونادر ما يدرك صلاة المغرب والعشاء أو يصليها في وقت متأخر إن لم ينم عنها وإذا سألته عن هذا الفعل قال لك إنه الجهاد الأكبر حقيقة سيدنا الرزق يعني الجهاد الأكبر أي نعم طبعًا. يعتبرون الآن المجتمع يعتبر أنه الكد على العيال هو الجهاد ما يخالف هو الجهاد نوع من الجهاد صحيح لكن لا يتعارض مع الواجبات خب هذا يكون محرم أصلا إذن الذي تذكره في الخطبة هل هو هذا الجهاد أم لا تقصد لا الجهاد الأكبر جهاد النفس حبيبي وليس الجهاد الأكبر جهاد يعني